مرحبا عم. اهلا. الله يخليك، بدي احكي مع الاستاذ فؤاد. انا فؤاد. كيفك؟ ماشي الحال؟ حارتك اتصلت فيي مشان الارض اللي بدك تشتريها. ايه يا اهلا يا اهلا، تفضل يا ابني تفضل. شكرا. شو طمني، لقيت هالشقفة الارض يا تقبرني؟ والله يا استاذ فؤاد لقيت شي 10 اراضي صراحة، يعني على المواصفات يلي حضرتك طلبتها. بس اذا في مجال تعطيني شوية تفاصيل، انت شو بدك تعمر عليها لنعرف اي وحده مناسبه اكثر شيء؟ شوف، انا بدي اعمر عليها كنيسه. كنيسه؟ ايه، الله طعمني وعندي شويه مصاري هيك ضببها على جنب. نعم. فحابب اعمر كنيسه مشان الله يرضى علينا قبل ما نتوكل. الله يطول بعمرك، الله يطول بعمرك. ومين شفيعك عمو فؤاد؟ شفيعي؟ ما عندي شفيع محدد. لا، انه فكري هالكنيسه اللي بدك تعمرها على اسم اي قديس؟ مش قديس، بدي سميها كنيسة جميع القديسة. لا، السياسيين. كيف؟ ايه؟ السياسيين؟ ايه، لأنه بعد مظاهرة نهار الأحد شفت لك كل هالسياسيين عم يرشحوا زيت، طلعوا كل هيتهم قديسين وما حدا عارف. إذا نحنا ما عمرنا لهم كنيسة، ربنا ما يحض علينا ولا رح يسامحنا. عرفت كيف؟ فهمت عليك. قل لي لشوف، وين الأراضي اللي شفتهم اللي خرجت عمر عليهم شي؟ خلص تكرم عينك، هلا فرجيك عليهم كلهم. يلا تفضل معي زبطرين.